ومن اطلالات المهمه ايضا صحوا عبد الله حبيب. عبد الله صحوه شكله صحوه، قال قوم عندك اتصال من اداره شبكه المجد تبلغك انك عقدك سوف ينتهي بعد لحظات اذا لم تجب الان. يا عبد الله حبيب يا مرحبا، اهلا وسهلا. صباح الليل والنوم والرياضه الفل صار تمشي انا في في الممشى قاعد امشي للحين. واضح واضح صوت الممشى ما شاء الله ما شاء الله صوت الممشى حقكم صراحه حول قدور. طيب يا هلا والله، احنا تحدثنا عن برنامج سنابل، حدثنا ونبارك لك في البدايه عوده هذا البرنامج وانطلاقته من جديد، حدثنا عن هذه العوده. الله يحييكم، اول شيء ارحب فيك حبيبي فراس وايضا ابو ذوق ومتابعي ومشاهدي برنامج بيت المجد. حاجه جميله صراحه مفرحه ان للتو انتهينا وختمنا برنامج سنابل المدينة، ثم بعد ذلك ما شاء الله تبارك الله بدأنا في برنامج المسابقات اللي انطلقت منه أصلا فكرة باكورة سنابل المدينة، اللي هو برنامج المسابقات سنابل نجلس فيه على مائدة القرآن الكريم، وطورنا في حقيقة شوية والكثير والله والكل يعني أدخل علينا السعادة والسرور بفرح بعودة هذا البرنامج القصير. الإضافة حقيقة اللي كانت فيها الموسم أننا كنا المتصل الواحد يسأل 7 أسئلة ويروح معانا إلى 7 سنابل ويتأهل، فالمرة هذه غيرنا الموضوع وخلينا 7 متصلين إذا جاوبوا تباعا وراء بعض فيدخلون إن شاء الله معنا في السحب الأخير، وأيضا في السحب مرتين في هذه الحلقة نسأل كل واحد بالحرف اللي اختاره سؤال في القرآن الكريم ويتعرف فيه على الآية والمعنى، إضافة عنه يوم الأحد عندنا جلسة في نتعلم فيها أحكام التجويد ويداخل معنا أيضا طالب من طلاب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة ونستمع إلى تعديل الشيخ بالتلاوة. يوم الخميس هو الحلقة الثانية جلسة تدبرية في منتصف الحلقة نستمع فيها إلى تدبر وتفكر في بعض آيات القرآن الكريم، فما خرجنا عن جو أن نعيش مع القرآن الكريم سواء في المسابقة في المعرفة في الألفاظ في الدلالات وأيضا في التجويد وفي التفكر في آيات القرآن الكريم، فكذا ساعة محفوظة جميلة كل أحد وكل خميس من الساعة 10:15 نعيش فيها مع القرآن، وسعيد جدا بتفاعل الكل، ودي أني أستقبل 100 اتصال وكل حلقة نزعل أن ما استقبلنا أكثر عدد من الاتصالات، لكن إن شاء الله بحاول تعالى الفرصة متاحة في هذه الدورة البرامجية للكل أنه يشارك في سنابل. طيب اللي يزعل يا عبد الله أنه ما استقبلت اتصاله يروح تويتر ويشارك. أيوة. عندنا في كل حل في كل أسبوع 500 ريال فائز بالتويتر، حط سؤال خاص بالقرآن على نمط أسئلة سنابل كل يوم أحد وخميس وثم نسحب إن شاء الله يكون من حظه أنه يفوز ب 500 ريال. ممتاز جميل، إذا أعطيته يعني فرص للي ما يمديه يدخل معكم اتصال، لكن أنت برأيك من اللي ممكن يجلس وتدعوه الآن يجلس ويستمتع بالبرنامج غير اللي يبغى مسابقة ويبغى جوائز ويبغى تفاعل؟ هل في نمط معين للمشاهدين؟ أيوة. أكيد كل واحد مهتم بأنه يكون عنده حصيلة ثقافية علمية من كلمات ومعاني القرآن الكريم. البرنامج فيه يعني صراحة أنا كل ما يتصل علي سؤال كل ما يتصل علي متصل قبل ما أسأل السؤال عندي سؤال مهم أقول له أنت كم حافظ من القرآن؟ تخيل في الحلقة الماضية 8 حافظات القرآن الكريم يتصلوا على البرنامج. ما شاء الله. وكل واحدة من الحافظات هذه نسألها سؤال ونشوف كيف حفظها ونشوف يعني صراحة برنامج جدا جميل تعيش فيه معها القرآن. يا سلام يا سلام، هنيك والله على هالبرنامج يا عبد الله، وانت جمعت كل الاسئله اللي نبغى نسالها باجابه واحده سريعه، واضح انك مستعجل على المشي. لا اي جدا وراي لسه هروله توي ما بديت المشي بس. الله يعطيك العافيه الاستاذ عبد الله حبيب مقدم برنامج سنابل، وندعو المشاهدين لمتابعه هذا البرنامج اللي هو على قناه المجد العامه واوقاته ذكروا عبد الله، ويرجعون ايضا في حسابات الشبكه يوم الأحد ويوم الخميس البرنامج الساعة 10:15 هو على قناة المجد لكن.